أهلا بكم مشاهدي الكرام، هذه نافذة القاهرة على آسيا. سنتوقف بالحوار في هذه الحلقة حول ما أطلق عليه بزيادة التحركات العسكرية للولايات المتحدة في منطقة النفوذ الجغرافي والاستراتيجي للدولة الصينية. بكين تدعو واشنطن لكبح جماح قواتها على الخطوط الأمامية. دعت في هذا الإطار الولايات المتحدة دعت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة الأمريكية إلى كبح جماح قواتها في الخطوط الأمامية حسب ما قالت. الصين أكدت أنها هذا العام رصدت تحركات للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بحرية الملاحة في منطقة نفوذها أو فيما أطلق عليه بالساحة الخلفية الجغرافية الاستراتيجية للدولة الصينية. تحت هذا الرصد حثت الصين واشنطن على فرض ما أطلقت عليه قيود صارمة على قواتها في الخطوط الأمامية والالتزام باللوائح بما في ذلك قواعد السلوك الخاصة بسلامة المواجهات الجوية والبحرية واللوائح الدولية لمنع الاصطدام البحري بين الدولتين ومنع وقوع حوادث خطيرة مماثلة لما جرى سابقا بين الدولتين. حددت الصين في هذا الإطار مناطق بحر الصين الجنوبي، بحر الصين الشرقي، ومضيق تايوان، وهو العامل الرئيسي إذا ما تدخلت الولايات المتحدة حسب الرواية الصينية سيؤدي إلى ما أطلق عليه زيادة التوتر بين الدولتين في هذه المنطقة الحدودية الخاصة والمتوترة بالفعل. وسط تزايد هذه التحركات ووسط هذا الرصد الصيني ووسط هذا التحذير الصيني، ماذا سيؤول إليه الموقف في هذه المنطقة بعد الولاية الأمريكية الجديدة في عهد جو بايدن؟ أهلا بكم، ملتقانا بعد قليل، ابقوا معنا. لليوم الثاني عشر على التوالي سجلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليون، كما تجاوز عدد الوفيات الجديدة 3400 حالة ليقترب العدد الإجمالي من 220 ألف وفاة. ووصلت السلالة الهندية الآن إلى 17 دولة على الأقل من بينها بريطانيا وسويسرا وإيران، ما دفع العديد من الحكومات إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من الهند. ورغم أن العالم بكل إمكاناته يبذل جهودا حثيثة من أجل كبح جماح الفيروس، إلا أنه آخذ في الهند شكلا أكثر خطورة. النسخة الهندية من فيروس كورونا تتميز بأنها تجمع بين طفرتين مختلفتين، ما يجعلها تفلت بسهولة من قبضة الجهاز المناعي، كما أن الحاصلين على اللقاح وأيضا الذين تعافوا من كورونا يمكنهم الإصابة سريعا بالنسخة الهندية، حيث يجري الحديث عن متحورة مزدوجة. ويرى خبراء أن وجود طفرتين معا في نسخة واحدة من فيروس كورونا لا يعني بالضرورة أن تكون هذه النسخة معدية أو أشد خطورة من غيرها، إلا أن المتحورة المزدوجة هي واحدة فقط من أسباب الوضع المأساوي الذي تعيشه الهند حاليا. وبحسب معهد روبرت جوخ فإن هذه الطفرة التي سماها العلماء بطفرة الهروب تؤدي إلى تقليل قدرة الجهاز المناعي على تحييدها بواسطة الأجسام المضادة أو الخلايا التائية التي تعد جزءا من الجهاز المناعي. ورغم تصنيف منظمة الصحة العالمية للنسخة الهندية من الفيروس على أنها نسخة مثيرة للاهتمام والقلق، إلا أن رئيس قسم الفيروسات في مستشفى برلين بدأ أكثر تفاؤلا، حيث رأى أنه يمكن إحداث تعديلات طفيفة للجيل القادم من اللقاحات حتى تصبح قادرة على مواجهة النسخة المتحورة من الفيروس. نفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايز تقارير عن اتفاق لتبادل السجناء بين بلاده وإيران. كان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل عن مسؤول بارز اتفاق طهران وواشنطن على تبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه قلل مسؤول في الخارجية البريطانية من شأن تكهنات بالإفراج المحتمل عن موظفة الإغاثة الإيرانية البريطانية نازانين زغاري راتكليف. جاء ذلك بعدما أعلن التلفزيون الإيراني عزم السلطات الإفراج عنها بعد تسديد دين عسكري مستحق لإيران لدى بريطانيا يبلغ 400 مليون جنيه استرليني. اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آيت الله علي خامنئي اليوم أن بعض ما أدلى به وزير الخارجية محمد جواد ظريف يشكل خطأ كبيرا، وذلك في أعقاب تسريب صوتي تحدث فيه عن أولوية الميدان العسكري على حساب الدبلوماسية في البلاد.
قال خامنئي في خطاب متلفز إن سياسات البلاد تتشكل من خطط اقتصادية عسكرية اجتماعية علمية وثقافية بما فيها العلاقات الخارجية والدبلوماسية. وأكد أن بعض هذه التصريحات كانت تكرارا لتعليقات مناهضة من قبل أعداء البلاد لا سيما الولايات المتحدة. هاجمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وحلفائها في كوريا الجنوبية في سلسلة من البيانات قالت فيها إن التصريحات التي صدرت من واشنطن في الآونة الأخيرة تمثل دليلا على سياسة عدائية تتطلب ردا مماثلا من بيونغ يانغ. واتهمت بيونغ يانغ واشنطن بأنها تستخدم الدبلوماسية لافتة زائفة تخفي وراءها نواياها العدوانية، مؤكدة رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة في موقف يأتي بعد إعلان البيت الأبيض تأييده انتهاج مقاربة دبلوماسية واقعية لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن سلاحها النووي. كما اتهمت بيونغ يانغ واشنطن بإهانة كرامة القيادة العليا للبلاد من خلال انتقاد وضع حقوق الإنسان. بعد قرابة 3 أشهر من سيطرة الجيش على الحكم في ميانمار، توصلت الاحتجاجات المطالبة بعودة السلطات المدنية في كل ربوع البلاد. أشارت تقارير إعلامية إلى سقوط قتلى عندما ردت قوات الأمن بإطلاق النار في 3 أماكن على الأقل. وجاءت الاحتجاجات وهي الأكثر دموية منذ بضعة أيام بالتزامن مع مظاهرات لجاليات مواطني ميانمار على مستوى العالم، فيما وصفها المنظمون بأنها ثورة ربيع ميانمار العالمية. وكتب المنظمون بيانا قالوا فيه فليهز صوت وحدة شعب ميانمار العالم. في نفس اليوم في 41 مدينة من 18 دولة حول العالم نطالب بثلاثة أشياء: أولاً أن يتم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية في ميانمار. ثانياً نطالب بحقوق الإنسان الخاصة بنا، شعبنا وطلابنا والنخبة المنتخبة تم احتجازهم من قبل الحكومة العسكرية. قد يسجنون بلا سبب ويقتلون بدون أن يرتكبوا أي شيء. لهذا السبب نطالب بحقوقهم الإنسانية. وشقت حشود المتظاهرين الذين قاد رهبان بوذيون بعضها طريقها في مدن وبلدات من بينها يانغون العاصمة التجارية للبلاد ومندلاي ثاني أكبر مدن ميانمار وغيرهما حسب ما ذكرت تقارير إعلامية. وخرجت مجموعة من المتظاهرين الشباب في يانغون أكبر مدن البلاد وسط أمطار غزيرة وعاصفة رعدية لنقل رسالة المعارضة التي يحملونها لقلب المدينة في أحدث استعراض للتحدي بوسط يانغون منذ قمة آسيان التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في جاكرتا، وأثارت غضب الحركة المناهضة للاستيلاء على السلطة لمنحها نوعا من الشرعية للمجلس العسكري. قرقيزستان وطاجيكستان تتفقان على وقف إطلاق النار بعد تقارير عن تجدد إطلاق النار وتعزيزات عسكرية في أعقاب اشتباكات حدودية قبل أيام أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. وتشهد الحدود المتنازع عليها بين البلدين في آسيا الوسطى اشتباكات منتظمة منذ مدة طويلة بين السكان المحليين حول الأرض والمياه، وغالبا ما يتدخل حرس الحدود لفضها، لكن أعمال العنف الأخيرة تعد الأكثر خطورة منذ استقلالهما قبل 30 عاما. ومهد الاتفاق لاجتماع بين وفدين يترأسهما رئيسا لجنتي الأمن القومي في البلدين، حيث اتفق الطرفان على إنشاء مجموعات عمل للمساعدة في فرض وقف إطلاق النار. عندما بحثنا القضية توصلنا لاتفاقيات مبدئية لحل القضايا المتعلقة بالأمن والسلام والاستقرار في قرغيزستان وطاجكستان، ونستطيع تحقيق ذلك. آمل أن يحل الهدوء التام والسلام في بلادنا وبوجه خاص في الأقاليم الحدودية، ويحدون أمل كبير في تنفيذ القرارات التي تم التوصل لها. وعلى الرغم من تكرار النزاعات على طول الحدود التي لم يتم ترسيمها جيدا بين البلدين، إلا أنه من النادر أن تتصاعد إلى المدى الذي حدث الأسبوع الماضي.
ترقب دولي ومحلي مع تأهب القوات الأمريكية للانسحاب عمليا من أفغانستان في ظل تكثيف عسكري وتجديد الأمنية عند نقاط التفتيش. وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت أن القوات الأمريكية والتابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو قد بدأت اليوم بصورة عملية الخروج من البلاد، مشيرة إلى أن القوات الأجنبية ستسلم المناطق اللوجستية إلى القوات الأفغانية بحلول نهاية الأسبوع الجاري. مسؤولون أمنيون أعلنوا أن القوات الأمريكية والتابعة للناتو ستغادر أولا القواعد العسكرية الأخرى، وسيتم نقلهم إلى قاعدة باجرام، ثم ستغادر من هناك إلى خارج البلاد، لافتا إلى أن الدفعة الأخيرة من القوات الأجنبية ستغادر معسكر شراب العسكرية بمحافظة هيلمند جنوبي البلاد في غضون أيام. وسيجرى هذا الانسحاب الكامل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف إبريل بالتنسيق مع الحلفاء في حلف الأطلسي، ويتوقع أن ينتهي بحلول 11 من سبتمبر في الذكرى 20 لاعتداءات 2001، في حين حذر رئيس الهيئة الأركان الأمريكية المشتركة قبيل الانسحاب من احتمال انهيار الحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني واندلاع حرب أهلية وكارثة إنسانية مصاحبة لها مع عودة محتملة للقاعدة، رغم محاولات القوى الإقليمية لإعادة طالبان إلى مائدة التفاوض والموافقة على تمديد وجود القوات الأجنبية، لكن دون تقدم ملموس. تصاعد العنف ضد الأفغان بقوة في الأسابيع الأخيرة، خاصة عشية الموعد المتفق عليه للانسحاب، حيث لقى أكثر من 100 من قوات الأمن الأفغانية حتفهم، في حين وقع انفجار قوي بإقليم لوجار في شرقي البلاد أودى بحياة العشرات وقت الإفطار في رمضان، ولم يتضح من كان وراء الهجوم. ومع النزاع المستمر لعقدين من الزمن، لا تزال تساؤلات كثيرة مطروحة حول مستقبل أفغانستان هذا البلد الممزق جراء أعمال العنف، في حين ينتظر كثيرون انسحاب القوات الأمريكية نهائيا من أفغانستان من أجل إنهاء الحرب، لكن آخرين يخشون عودة حركة طالبان إلى الحكم. يوما بعد يوم تعود الحياة إلى مدينة ووهان الصينية، المدينة التي مثلت بؤرة لتفشي جائحة كورونا التي باتت تؤرق كافة دول العالم، مخلفة آلاف الوفيات والإصابات، كما ضربت اقتصاد العالم في مقتل. قبل عام من الآن لم يكن ممكنا إقامة أي أنشطة ثقافية في هذا المكان الذي كان ممنوعا فيه إقامة أي فاعليات، فالإغلاق والحظر ومنع التنقل كانت العناوين الأبرز، أما الآن فالوضع تغير كثيرا. مهرجان ستروبري الموسيقي علامة جديدة على عودة الحياة إلى هذه البقعة من أرض الصين، خاصة أنه عقد في حضور الآلاف بعد أن توقف العام الماضي بسبب الجائحة التي حولت ووهان لمدينة أشباح. أشياء كثيرة حدثت هنا العام الماضي خلال تفشي كورونا. هذا الاحتفال الموسيقي الذي كان يقام كل عام توقف وتم إقامته عبر الإنترنت، لذلك فمن الممتع حقا عودة الكرنفال مرة أخرى. وفي ظروف سادها الدفء في اليوم الأول من عطلة عامة تستمر 5 أيام، استمتع المحتفلون وتعالت صيحاتهم فرحا لدى اعتلاء بعض من الفنانين والفرق المفضلين لديهم خشبة المسرح. وجودي في هذا الاحتفال يمثل بالنسبة لي الكثير، سعيدة جدا بوجود هذا العدد الكبير من المشاركين، إنه حقا شيء ممتع للغاية. الوصول إلى إقامة هذا المهرجان مجددا احتاج مجهودات جبارة بذلتها السلطات الصينية من أجل وقف وباء كورونا الذي ضرب البلاد وراح ضحيته المئات قبل أن تتمكن بكين من محاصرته. العام الماضي عانينا الكثير من تفشي جائحة كورونا، لم يكن سهلا أن نتواجد في مثل هذا الاحتفال الموسيقي من قبل. الناس هنا بذلوا جهودا غير مسبوقة ودفعوا ثمنا كبيرا في مواجهة الفيروس. وقال ممثل عن المنظمين إنه تم فرض قيود على الأعداد هذا العام، مضيفا أن نحو 11,000 شخص حضروا هذا المهرجان في يومه الأول. وعاش الناس في ووهان التي ظهر بها كوفيد-19 لأول مرة أكثر من شهرين من القيود الصارمة خلال أول عزل عام في العالم بسبب فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين وطبقا للبيانات الرسمية أصبحت المدينة خالية تماما من الفيروس.
أهلا بكم مشاهدي الكرام، باسمكم أحيي الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، معلقا على التصريح الذي نذكر بأمره الآن، وهو تحذير بكين أو دعوتها إلى واشنطن لكبح جماح قوتها على ما أطلقت عليه الخطوط الأمامية في بحر الصين الجنوبي، في بحر الصين الشرقي، في مضيق تايوان. أهلا بكم، اسمحوا لي أن أحيي الدكتور أحمد سيد أحمد. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ. دكتور، محيرة الولايات المتحدة، يعني هي تصنف في العقول وفي الأدبيات وفي النفوذ بأنها القوة السيدة الأولى في العالم. البعض يفسر بعض نجاحات الولايات المتحدة، حتى بعض إخفاقات الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة لا تجيد التخطيط. كيف لسيد العالم الأول ألا يجيد التخطيط، واستشهدوا بذلك بفيتنام، واستشهدوا بتجربة أفغانستان، واستشهدوا بالعلاقة مع إيران والتواجد داخل الدولة العراقية، ثم التوسع في سوريا والانكماج داخل سوريا. كيف تفكر الولايات المتحدة؟ يعني في الواقع أن أمريكا كما أنت أشرت هي دولة عظمى، دولة عظمى بمعنى أنها تقف على رأس النظام الدولي، دولة لديها كل مقومات القوى الشاملة، القوى العسكرية، القوى الاقتصادية، القوى السياسية، القوى الثقافية والقوى الناعمة، دولة لديها قواعد عسكرية منتشرة في كل بقاع الكرة الأرضية، دولة لديها تواجد وتشابك وانخراط جاجمنت مع كثير من الدول والمشكلات، سواء في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا، دولة لديها تحالفات ولديها أيضا خصوم استراتيجيين. أمريكا هناك أكثر من جهة تصنع القرار الأمريكي، وهي معروفة مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، البيت الأبيض، الكونجرس الأمريكي بدأ يدخل على خط السياسة الخارجية، هناك مجموعة حتى مراكز الأبحاث كلها بتساهم، وأمريكا دائما هي يعني بتصدر استراتيجيات لطويلة المدى، ليست يعني جزئية أو تفصيلية أو قصيرة المدى. يعني في فبراير الماضي ظهر ما يسمى الدليل الاسترشادي لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، التي توضح أين تذهب أمريكا؟ ما هي مخاطر أمريكا؟ ما هي تهديدات أمريكا؟ ما هي عدو وخصوم أمريكا الاستراتيجيين؟ وكيف تتحرك أمريكا والمصالح؟ هنا تدخل ومفهوم فندم الاستراتيجي، العدو الاستراتيجي أو الصديق الاستراتيجي هو الصديق طويل المدى أو العدو طويل المدى؟ لا، يعني أمريكا تحدد التخطيط بناء على يعني الجهة تخطط متعددة. طيب أولاً طيب تخطط بناء على المصالح الأمريكية، يعني المصالح الأمريكية التي تحدد أي هذا التواجد الأمريكي في هذه المنطقة أو هذا التعامل. بالطبع قد تحدث اخفاقات في تنفيذ هذه الاجنده وهذه السياسات، يعني في افغانستان على سبيل المثال حدث اخفاق. لماذا؟ يعني لم تنتصر ولم تنهزم، لان امريكا المنهج والابروتش في التعامل مع افغانستان هو منهج خاطئ من البدايه. الحرب على الارهاب اختزلتها في المواجهه العسكريه، والمواجهه العسكريه عندما تحارب امريكا جيش نظام باساطيل بتحارب مجموعه من الافراد في وسط الجبال وفي وسط الكهوف، يعني مثل يكون الرشاشات والقنابل والمتفجرات في العمليات الانتحاريه، وبالتالي تصلح معها الطائرات العملاقه ولا في هذا المجلس. انا سالت من جاء الى هنا من الخبراء وقلت له هل الولايات المتحده انهزمت في افغانستان؟ قال انها لم تنهزم في افغانستان، وقالوا ان الولايات المتحده لم تنسحب في الاصل من افغانستان لان هذه هي الحديقه الخلفيه لصراعها مع الصين، الان تعلن انسحابها. يعني فشل من يحلل أن يتنبأ بما ستفعل به الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا أقول لم تنهزم ولم تنتصر. يعني مفهوم الانتصار ومفهوم الهزيمة هو مفهوم نسبي. لكن على الأقل الآن المصالح الاقتصادية الآن هي تحرك السياسة. يعني دائما ابحث عن الاقتصاد وراء كل التحركات. أفغانستان كان هناك أبعاد أمنية في تنظيم القاعدة وطالبان بعد 11 سبتمبر وتواجد. وتواجدت أمريكا لأكثر من 20 عام. وأمريكا أيضا استغلت أفغانستان ك باب خلفي لمحاصرة النفوذ الروسي. الآن الصين أمريكا تركز على الصين، الصين هي العدو الاستراتيجي. هل أفغانستان دلوقتي ليست هي نفس الباب الخلفي، أو يعني هناك باب خلفي آخر فيما يتعلق بتحول العدو الاستراتيجي للولايات المتحدة من روسيا إلى الصين؟ أفغانستان هنا تخدم علاقة الولايات المتحدة العدائية مع روسيا ولا تخدم علاقة الولايات المتحدة العدائية مع الصين؟ لا، هي أقرب إلى روسيا من الصين. الصين هناك فناء خلف آخر والحلفاء والخصوم، يعني تايوان، هناك اليابان، كوريا الجنوبية، هناك كوريا الشمالية، هناك دول مثل أستراليا، الفلبين، يعني المناطق الحيوية. يعني بمناسبة التصريح الذي هو موضوع الحلقة اليوم، هو الصين تحذر أمريكا من التواجد في الخطوط الأمامية. ما هو الخطوط الأمامية؟ الخطوط الأمامية للصين يعني خط الأمامي أو خط الدفاع الأول للصين، وبحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، ومضيق تايوان. لماذا تحذر الصين أمريكا؟ لأن أمريكا هنا بحر الصين الشرقي على سبيل المثال هو أهم منطقة الآن استراتيجية في العالم. هذا عندما يعني ببعض البيانات البسيطة خالص، هذا مساحته أكثر من مليون كيلومتر مربع بحر الصين، وبيربط المحيط الهندي بالمحيط الهادي، يمر به ثلث التجارة العالمية.
أكثر من 5.2 تريليون دولار سنويا. أمريكا فقط حصتها من هذه التجارة 2.1 مليار، بي 11 مليار من النفط الغير مستهدف، بي أكثر من 300 مليار أو تريليون متر مكعب من الغاز، وبالتالي هنا الاقتصاد والذي يحرك السياسة. طب وهل يعني هذه الولايات المتحدة ترغب في تمكين حلفائها من الحصول على نصيبهم من هذه الثروات البحرية؟ أمريكا تتواجد في هذه المنطقة كما قلت لحصار الصين، لأن الصين العدو أو الخصم الاستراتيجي الأكبر لأمريكا. لماذا؟ لأن الصين تمتلك الآن كل مقومات القوى الشاملة. أستاذ تامر، جوهر الصراع الاستراتيجي في العالم الآن بدور حول قضية فكرة أساسية هو بنية النظام الدولي. أمريكا بعد 11 بعد الحرب الباردة في 1990 لمدة 30 عاما انفرضت بالنظام الدولي حاد القطبي بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي وانهيار الحرب وانتهاء الحرب الباردة وانهيار حلف وارسو. ظلت أمريكا منفردة. ماذا يحدث الآن؟ هناك قوة صاعدة في النظام الدولي اسمها الصين، تمتلك القوة العسكرية، القوة الاقتصادية ثاني اقتصاد من أصول العالم، القوة الناعمة، القوة بدأت تنتشر في العالم في الأسواق، وبالتالي تمتلك القوة الشاملة التي تعني تغير النظام الدولي من حاد القطبية تسيطر عليها أمريكا إلى نظام دولي متعدد الأقطاب. وهذا هنا بالتالي هنا هذه هي النقطة الأساسية. أمريكا تقاوم لتكبح الصعود الصيني، تنفرد بالنظام الدولي، تظل الانفرادية. الصين تسعى من خلال التحالف مع روسيا مع قوة أخرى وامتلاك القوة لي تغيير هذه الخريطة الدولية وتعاد نظام دولي متعدد الأقطاب، تكون هناك توازن قوة. هم يعتبرون أن انفراد أمريكا بالنظام الدولي أدى لاضطراب العلاقات الدولية، ولذلك هنا الصراع الاستراتيجي الذي يوضح لنا كل هذه التحركات الأمريكية سواء من أفغانستان وعائلة الانتشار الأمريكي أو من الشرق الأوسط، انسحاب من العراق وانسحاب من سوريا أو انسحاب أو تسوية مع إيران، للتركيز على الخصم الاستراتيجي. إدارة بايدن في خطابه الأخير أمام الكونغرس الأمريكي بمسافة 100 يوم ذكر الصين وقال أن الصين منافس استراتيجي لنا، لا ندخل في صراع معها، وأرسل رسائل حوار، لكن اعتبر أن الصين هي القوة المنافسة للقوة والنفوذ الأمريكي. طيب عظيم، كل اللي حضرتك قلته هو في إطار التحليل العام وليس أسباب التي أدت إلى هذا التصريح الذي جاء من الصين. التواجد الأمريكي العسكري سواء في دول الحلفاء المرتبطة بالمحيط الاستراتيجي والجغرافي والسياسي والعسكري للصين هي ليست المرة الأولى التي تتواجد فيها الولايات المتحدة عسكريا سواء بشكل رمزي أو بدعم لهذه المنطقة. ما الذي أدى الآن إلى هذا التصريح؟ لماذا لم يخرج سابقا؟ هذا التصريح يعني أيضا هو ليس جديدا، هو تكرر أكثر من مرة. في كل مرة يحدث يعني تكثيف الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة تحدث هذه التحذيرات الصينية. يعني في شهر يوليو 2020 دخلت منطقة بحر الصين الجنوبي لأول مرة من أكثر من 20 سنة حاملتي طائرات أمريكيتين، صحيح، اللي هي نيمتز وهي حاملة نووية معروفة خطيرة، ويو اس اس رونالد بتاع ريس ريغان دخلت هذه المنطقة، وأيضا كان معها مدمرات حربية وعملت مناورات. أمريكا تقول أنها تذهب لضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة هناك فيها مشاكل جغرافية، يعني هناك تنازع على جزر الصين، هناك أكثر مجموعة من الجزر بينها وبين الفلبين نزاعات، بينها وبين تايوان، فيتنام، ماليزيا، إندونيسيا، يعني هناك مجموعة من الدول. حتى أن الصين أنشأت جزر صناعية، وهذه نقطة أيضا عملتها مشكلة، لأن هذه الجزر الصين أنشأتها صناعية حتى مسمى تمد المسمى المنطقة الإقليمية لها في بحر الصين الجنوبي، يعني تريد أن تستحوذ على كل منطقة الصين. هناك جزر داخل الصين، وهناك دول لديها نصيب في هذا بحر الصين، لأن فيها ثروات من الغاز ومن النفط ومنطقة ملاحة تجارية، أهم ممر ملاحة عالمي. الصين أنشأت جزر صناعية، وبالتالي ثم قامت بأن تكون لها منطقة تسمى المنطقة البحر الإقليمي لها، وبالتالي توسع المسافة اللي هي أكثر من القرن الدولي 200 ميل، هي عملت 300 ميل، وبالتالي هذا يزعج أمريكا. أمريكا متواجدة كل فترة ترسل حاملات طائرات، وآخرها في يناير الماضي أرسلت حاملة يو اس اس روسفلد. ماذا ترغب أن تقول الولايات المتحدة بهذه المحاولات؟ أمريكا ترغب تقول لديها أهداف من هذا التحرك. أولا هو احتواء الصين، الأمر الثاني والأهم هو يعني يسمى التواجد في منطقة نفوذ الصين ووجود تواجد نفوذ أمريكي. الأمر الثالث هو الضمان وبناء علاقات مع الحلفاء في هذه المنطقة، اليابان، كوريا، دول صديقة مثل الفلبين، هناك معاهد دفاع مشتركة. يعني حتى أمريكا تقول أن الجزر المتنازع عليها بين الصين وبين هذه الدول مثلا الفلبين هي تدخل ضمن معاهد دفاع مشترك بين أمريكا وبين هذه الدول بين الفلبين، وبالتالي هنا التواجد العسكري. الصين بتعتبر أن الوجود الأمريكي في هذه المنطقة هو في خط الأمامي لها مباشرة، يهدد أمنها القومي على غرار ما يحدث في أوكرانيا بالنسبة لروسيا. التمدد الحلف الأطلنطي في أوكرانيا يعني تهديد مباشر لروسيا. الصين تعتبر أن الوجود العسكري الأمريكي وهذه المناورات وهذه المدمرات الحربية وقيام الصين أمريكا بعلاقات مع تايوان التي لا تعترف بها العالم وتعتبرها الصين جزء من أراضيها وتقوم بها بتسليحها، أيضا التحركات العسكرية وإجراء مناورات عسكرية مع الفلبين أو مع أستراليا
في هذه المنطقة كل فترة تعتبر الصين هذا تهديد مباشر للأمن القومي الصين. الصين ماذا ترد؟ الصين ترسل تحذيرات، لكن الطرفين حتى الآن لا يرغبان في حرصان على عدم المواجهة المسلحة. طب هل المواجهة المسلحة ستكون خطيرة عقب على الجانبين؟ الجميع اتفق حتى وإن أشرت إلى بعض من لم ينجح في التنبؤ بمسار سياسة الولايات المتحدة، الجميع اتفق أن اللجوء إلى الحل أو النزاع العسكري أو الصدام المسلح هو أمر مستبعد بين الدولتين. لكن ماذا تمتلك إذن الصين لإزعاج الولايات المتحدة؟ الصين لديها أوراق عديدة. أولا الصين لديها الآن ميزة بدأت تفوق فيها عن أمريكا، وهي ميزة الحروب السيبرانية، الحروب الإلكترونية. الصين لديها الآن قدرات إلكترونية والاختراق الإلكتروني أعلى كثيرا من الصين، تستطيع أن تبطل من غير ما تدخل في حروب عمل المنظومات البحرية الأمريكية في هذه المنطقة، وقد حدث من قبل. الصين أيضا بدأت تتجه من سياسة الدفاع لسياسة الهجوم، بدأت تذهب إلى منطقة الكاريبي، أيضا المنطقة الخلفية والمنطقة الحيوية لأمريكا والقريبة من البر الرئيسي لأمريكا، يعني جزء مثل جامايكا مثل الدومينيكان. بدأت تدخل الصين من منظور القوة الناعمة، يعني ترسل هناك يعني تنشئ مواني، مطارات، مجموعات استشارية، يعني خطوة خطوة لإنشاء ربما مستقبلا قواعد عسكرية. طب وبالتالي ليه فندم كل المحللين أو كل المعنيين بأمر الولايات المتحدة يضعوا في كفتي ميزان بشكل متوازن ومتساوي القوة الناعمة التي تستعملها الصين والقوة الخشنة التي تستعملها الولايات المتحدة؟ يعني علاقة الولايات المتحدة بكوريا الجنوبية وعلاقة الولايات المتحدة باليابان والفلبين والدول ذات العداء الجغرافي والسياسي مع الصين، لماذا توضع في كفة واحدة مع الدول التي تسعى الصين إلى الدخول بقوة ناعمة قد تحتاج إلى تأسيسها كثير من السنوات سبقتها فيها الولايات المتحدة؟ يعني لماذا هذه المعادلة وكأن الصين بهذا التحرك قادرة على مواجهة الولايات المتحدة؟ الصين تدخل تستخدم القوة الناعمة كمدخل للقوة الاقتصادية، ولكنها دخول متأخر، ولكن على الأقل هي نجحت في هذا الأمر. يعني مثلا في أفريقيا هناك منافسة أمريكية في الصين، في منافسة أمريكية صينية في أفريقيا. الصين تدخل، أمريكا تركز فقط على مواجهة الإرهاب والحروب العسكرية وفقط، الصين تدخل من منظور إقامة المشاريع، البنية الأساسية، المطارات، المساعدات الصحية، يعني تدخل بكل نعمة التي تضمن نفوذها الاقتصادي، تفتح الأسواق. طبعا عندك مانع يا دكتور، أوجه نفس السؤال إلى دكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية، هو معنا الآن عبر الهاتف من واشنطن. دكتور نبيل تحياتي لحضرتك، سؤالي مباشرة، دائما نتحدث عن قدرة الولايات المتحدة على الوصول بآلياتها العسكرية إلى أقرب نقطة أدت إلى هذا التصريح من الصين بأنها تدعوها لكبح جماح قوتها على ما أطلقت عليه الخطوط الأمامية. هل في تحليل السياسيين، مراكز الأبحاث، كل من هو معني بهذا الصراع سواء القديم أو مستقبله، هل وصلوا إلى نقاط استطاعوا معها تحديد قدرة الصين على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، هو القضية مش مطروحة على تناقض الصين عسكريا مع أمريكا. حتى مثلا تهديدات الصين لجزيرة تايوان ما بنعيش فيها دور مباشر لأمريكا، هي أمريكا بتبنيها منظومات تسلح، لو الصين هددتها تقدر تدافع بيها عن نفسها. المشكلة مع الصين انها ما زالت قوة إقليمية. يعني النهاردة في تصريحات معادية ما بين الصين والهند، الصين بتسخر من الهند بسبب وباء كورونا، يمكن يكون في شعور في الهند قوي ضد الصين بسبب يعني موضوع وباء كورونا. فالموضوع في احتواء الصين ان الصين عندها مشاكل كثيرة مع جيرانها، مع فيتنام، مع اندونيسيا، مع اليابان، مع حتى مع روسيا، يعني في خلافات حول مقاطعة منشوريا. فهي الموضوع مش أمريكا بتواجه الصين في آسيا، لا، ده هو كيف تتعامل أمريكا مع الصين كقوة إقليمية وليس قوة دولية. يعني فندم حضرتك استعملت قوة إقليمية، هل ده تصنيف الولايات المتحدة للصين بأنها ما زالت قوة إقليمية؟ ده سؤال مهم. لا، هو يعني تعدد الآراء. هناك من يرى الصين أنها قوة دولية، أن هم بيشتروا استثمارات كبيرة في أوروبا وأمريكا وكندا. يعني مثلا مدينة فانكوفر في كندا فيها أقلية صينية كبيرة وفيها استثمارات صينية، يعني اشترت البلد. لكن وزارة الصين مثلا أهم أهداف سياستها الخارجية هو توحيد الصين وحل مشكلة جزيرة فرموزة أو جمهورية الصين الوطنية
أو تايوان. فهناك فريق يعني يتبنى الرأي ده بأن الصين دولة إقليمية، وهناك فريق آخر بيقول أن الصين هي قوة إقليمية، قوة دولية. طيب إذا 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 يعني سألنا سؤال ما بين بين من يعتبرها قوة إقليمية ويعتبرها قوة دولية، كيف استطعت أن تتيقن من سلوك الولايات المتحدة في التعامل؟ هل الولايات المتحدة إذا استطعنا أن نرصد هذا التحرك العسكري وإن كان في إطاره البسيط، حتى وإن كانت التنقلات الصحفية بأن هناك حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية ذهبت إلى هناك، هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة تتعامل معها، أتحدث هنا عن ترجمة كل التحليلات، أنها قوة إقليمية أم أنها قوة دولية؟ لا، هو ده رد سؤال كويس مهم. هو طبعا امريكا بترى ان الصين قوه دوليه علشان هي بتهدد الاقتصاد الامريكي، بس في اختلاف في التعامل ما بين اداره واداره في امريكا. يعني مثلا ترامب قال ان خلافه مع الصين ان الصين بتورد او بتبعت بضاعه بتدخل السوق الامريكي بسعر رخيص، وبي يعني تبوظ او بتؤدي الى تدهور في الصناعة الأمريكية، أو بسبب تكلفة العمالة الرخيصة وعدم الالتزام بمعايير بيئية متقدمة، الوظائف والمصانع بتروح من أمريكا للصين. ده كان الهم بتاع ترامب. طبعا ده معناه أنه هو بيرى الصين تهديد دولي، لكن بايدن في حقيقة سياسته تجاه الصين أسوأ. ليه؟ لأنه خلافه مع الصين مش خلافات حول سلع اللحوم الحديد والصلب وغيره، لا، ده هو بيقول أنا عاوز أحسابه الصين. عشان كده مثلا هو مهتم جدا بتطوير علاقته مع الهند، وده غلط. الهند ليها خلافات مع الصين، بس الهند مش عايزه انها تكون اداه من قبل اداره بايدن في معاداه الصين. هم هيعرفوا اهدافهم القوميه تجاه الصين باسلوبهم هم، بطريقتهم هم. نعم، هناك عدم يعني توافق ما بين الصين والهند، بس مش حسب الرؤيه الامريكيه، حسب عوامل تاريخيه واستراتيجيه وجغرافيه كثيره. ده خطا في السياسه الامريكيه تجاه الصين. انا ارى ان ترامب كان يعني بس عشان انا دكتور مبيد، انا في جزء في حديث حضرتك سقط مني لاسباب خاصه. حضرتك بتقول انه ده خطا من الولايات المتحده انها تعيد استعمال العلاقات السلبيه بين الصين وبعض الدول المحيطه، نعم ام لا؟ بالظبط. طيب. انا بالضبط. حضرتك يسمح ان تبقى معي دقيقه اخرى. معي الان في الاستوديو الدكتور احمد سيد احمد، خبير الشؤون الامريكيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. ساعود اليه وادعوك للاستماع الينا ل يعني سؤال اخر لك قبل انتهاء هذه الحلقه. فيما يتعلق بهذه الجزئيه، هي سياسه الولايات المتحده في محاوله اشعال او تاجيل او ابقاء الصراعات التاريخية التقليدية بين الصين ومحيطها الإقليمي واستعمالها في محاولة لمحاربة الصين، محاولة إنهاكها، هل بتتفق مع ده؟ لأنه في تفسير آخر بيقول أنه استفزاز الصين حتى وإن كان استفزاز لفظي للولايات المتحدة يدعو إلى تحريك قواعد عسكرية أو قطع بحرية أو تلويح باستخدامها، ما هو ده كله إنهاك مادي للولايات المتحدة، وأن الصين تعمل فقط في إطار محيطها الإقليمي بما تمتلكه من استراتيجية عسكرية. من قادر على إنهاك من؟ لا، أنا في اعتقادي أن الهدف الاستراتيجي هو احتواء الصين، بمعنى أن منع الصين من أن تهدد أمريكا على عرش النظام الدولي، أو أن تتجاوز الصين اقتصاديا أمريكا وفقا هو الخطط الزمنية. هذا هو الهدف الحقيقي. الألية الآن في رئاسة الرئيس بايدن على عكس الرئيس ترامب هو أمرين: بناء الشراكات مع الحلفاء، ترميمها. اليابان وكوريا الجنوبية كانت أول زيارة لوزير الدفاع ليدو أستن وبلينكين كانت اليابان وكوريا الجنوبية في رسالة لأن الصين هي العدو الأساسي. وقال أستن تصريح مهم، قال أنه في الوقت الذي كانت أمريكا تحارب فيه الجهاديين في الشرق الأوسط كانت الصين تبني قواتها. الأداة الثانية والأسلوب الثاني والآلية الثانية هو كما قلت التحالف مع أعداء الصين أو مع خصوم الصين منهم الهند. يعني حصل قمة افتراضية مع جماعة الرئيس بايدن مرتين، جماعة أستراليا، الهند، اليابان، وبالتالي هذا نوع من استفزاز الصين، هذا نوع من بناء الشراكات. وبالتالي هنا انهاك الصين ليس في صراعات، الصراع الان ليس صراع عسكري، الصراعات الان هي صراعات اقتصاديه وحروب بالوكاله وصراعات الكترونيه. طب عندي استفسار، وهرجع بالاستفسار ده للدكتور نبيل، هسال حضرتك فيه بس هاجل الاجابه فيه بعد العوده من الدكتور ميخائيل. كل هذه التحالفات حتى الزياره اللي حضرتك استرشدت بيها لوزير الدفاع الامريكي الى اليابان الى كوريا الجنوبيه، هؤلاء البعض يصفهم بانها دول هشه لا يعني لا تحتمل
أكثر من صاروخ باليستي يطلق من كوريا الجنوبية يقع مقرب عفوا الشمالية يقع على مقربة من هذه الدولة أو تهديد لهذه الدولة فتنهار هذه الدول. ألا تعتبر أن الولايات المتحدة تعتمد على منظومة تنهج بها الصين هي في الأصل لا تتحمل أكثر من تجربة صاروخية باليستية فاشلة؟ سأعود إلى هذا السؤال ولكن بدايته مع الدكتور نبيل ميخائيل. استمعت دكتور إلى السؤال؟ أيوه طبعا تفضل. السؤال ده لحضرتك اتفضل يا دكتور نبيل. يعني في ثوابت تاريخية في استراتيجية آسيا. يعني دلوقتي موضوع كوريا ده موضوع زمان يعني من سنة 50 فأمريكا ملتزمة بالدفاع عن كوريا. يعني حتى لما يبقى فيه هجوم على العراق وعلى أفغانستان يقول لك أمريكا هتقعد في العراق زي ما هي قاعدة في كوريا. يعني عقود طويلة طويلة وأزمنة مديدة دي حاجة. لكن القضية إن أمريكا دلوقتي مشغولة بآسيا من طرفين. يعني حتى دلوقتي تعبير غرب آسيا بقى مصطلح بمحاولة شرح توجهات استراتيجية في قارة آسيا. بمعنى إيه؟ تمام يبقى في حديث شرق آسيا من أيام الحرب الكورية، من أيام وصول الشيوعيين في 49 للحكم في الصين. فالقضية هي إزاي أمريكا توفق ما بين التزاماتها التاريخية في شرق آسيا وموضوع كوريا الشمالي مش موضوع هين، مع تطلعاتها أيضا أنها تعالج مشكلة إيران في غرب آسيا. فلو في الوسط موضوع احتواء الصين هيبقى من خلال الإطارين دي. يعني مثلا ممكن أمريكا تستخدم الصين إيجابيا في محاولة يعني الحصول على تنازلات من كوريا الشمالية أو تعهدات بأن مثلا إن هي ما تتصرفش بحماقة أو يبقى في نوع من التوتر ما بينها وما بين جارتها في الجنوب. وممكن أيضا أمريكا تستخدم الصين في إقناع إيران بأنها تكون لها دور إيجابي أكثر في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي وفي مناطق جمهوريات آسيا الوسطى اللي كانت سابقا جمهوريات سوفيتية منع التطرف الديني وغيره. فالقضية هي كيف إذا كانت أمريكا تعرض الآن سياستها بأنها توجه نحو شرق آسيا وغرب آسيا، كيف تضع أمريكا، كيف تضع إدارة بايدن الصين في هذان التوجهان الاستراتيجيان. نعم. تقبل تحياتي من واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل وأنت أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك إذا كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى سؤالي، هل من تعتمد عليهم الولايات المتحدة في مجابهة الصين هم بالفعل يعني نقول بدائل حقيقية ثابتة قادرة على أن تواجه الصين، خاصة أننا سمعنا تحالفات صينية تحاول أن تدمج فيها كوريا الجنوبية ضمن تحالفات أكبر على الأقل وسعت من منظمة الأسيان، أو التصريحات من كوريا الجنوبية التي تقول أنها ترغب في إقامة سلام وتتودد بالتفاصيل والمصطلحات السياسية إلى كوريا الشمالية وكأنها تريد أن يعني تهدئ من مخاوفها. كيف ترى هذه التحالفات، هذه المناغشات داخل هذه المنطقة؟ نعم، يعني أنا زي ما اتفقنا أن الهدف الاستراتيجي الآن هو احتواء الصين. أنا في اعتقادي ليس كما أنت تقول أن صاروخ كوريا الشمالية يهدد اليابان وكوريا الجنوبية. أولا هذه الدول قوية ليست يعني دول ضعيفة ودول هشة. الأمر الثاني هناك منظومات عسكرية أمريكية موجودة في كوريا الجنوبية وفي اليابان، منظومات نووية ومنظومات يعني الساد اللي هي ذات صاريخ ضد صواريخ كوريا الشمالية، وبالتالي هناك الحماية. لكن أنا في اعتقادي الموضوع أعمق من هذا. الاعتماد على الشركاء هو تقوية العلاقات الاقتصادية الأمريكية اليابانية بحيث تحجم الصين اقتصاديا. أمريكا تضررت كثيرا من جائحة كورونا. الصين تجاوزت اليابان وتحلت المركز الثاني، والآن الخبراء يقولون في خلال 10 سنوات قد تحتل المركز الأول على الاقتصاد العالمي. وبالتالي هنا أمريكا تقوي علاقاتها الاقتصادية مع قوة اقتصادية قوية، كوريا الجنوبية مع اليابان جزء من احتوائها للصين، الاحتواء الاقتصادي. الأمر الثاني تحالفات وشراكات مع استراليا مع الهند مع الأمور اللي احتواء الصين أيضا كاحتواء استراتيجي في هذه المنطقة. الأمر الثالث هو أيضا إسكاء الصراعات والمناطق النزاع لإنهاك الصين في منطقة بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي. يعني ألا تعتبر هو الوقت انتهى دكتور، لكن ألا تعتبر أن خروج الصين اقتصاديا من هذه المنطقة الولايات المتحدة بتحاول أن تنمي فيها قوة اقتصادية أخرى تجابه أن السوق الصيني أصبح خارج هذه المنطقة الجغرافية، وبالتبعية تأثير هذه القوة الاقتصادية داخل هذه المنطقة قد لا يأتي ثماره؟
لا امريكا تريد ان تزاحم الصين في هذه المنطقه الاقتصاديه. ما قلت هناك نفط في بحر الصين الشرقي وهناك علاقات قويه وهناك قوه اقتصاديه صاعده جزء من اقتصاد العالم هو في اليابان كوريا الجنوبيه استراليا امريكا ثم الصين. امريكا تريد ان تزاحم في هذه المنطقه وبالتالي هو جزء من المنع الصعود الصين. الصين الان هي الهاجس الاساسي لدوله بايدن على الاقل في خلال الاربع سنوات المقبله. تقبل تحياتي الدكتور احمد سيد احمد وانت خبير الشؤون الامريكيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، سعدت بهذا اللقاء يا فندم. شكرا موصول لكم مشاهدي الكرام، هذه نقطه ختامنا، هذه نافذه القاهره على اسيا، ونتابع الحلقه في الحلقة.